ليتراءف الله علينا ويرحمنا ويجعلنا مستحقين لسماع الإنجيل المقدس. فصل من إنجيل معلمنا مار مرقس البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا. وكان عنوان علته مكتوبا ملك اليهود وصلبوا معه للصين واحد عن يمينه والآخر عن يساره. فتم الكتاب القائل وأحصي مع الأثمى. وكان المكتازون به يجدفون عليه ويحركون رؤوسهم قائلين يا ناقد الهيكل وبنيه في 3 أيام خلص نفسك وانزل عن الصليب. وكذلك أرؤساء الكهنة كانوا يستهزئون فيما بينهم مع الكتبة قائلين خلص آخرين وأما نفسه فلم يقدر أن يخلص إن كان هو المسيح ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب لنرى ونؤمن. وكان اللصان اللذان صلبا معه يعيرانه. ولما كان وقت الساعة 6 كانت ظلمة على الأرض كلها إلى وقت الساعة 9.